السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا الأول في مادة تصميم مواقع العملي Web Design Development المرحلة العملية. من هذا هو البرنامج، برنامج Sublime. طبعا هذا البرنامج غير مسجل للأسف، ويكون عملنا به كالآتي. طبعا يتألف البرنامج من هذه الواجهة العادية فايل، اللي من عندها نقدر نحصل على open إذا عندنا واحد قديم، وسيف هي هذه المهمة. edit مثل حرح البقية، copy paste وcut وreplace إلى آخره. المهم مما يتكون أي صفحة أو أي كود، يتكون الكود من عنده سكشنات. السكشن الأول اللي هو يبدي بتاج، أي تاج، التاج الأول اللي هو HTML، هذا تاج ال HTML. طبعا مثل ما قلنا إنه قبل أبدي بتاج لازم أغلق تاج. تاج الغلق هذا نفس التاج أخذه كوبي بيست وأخلي هذا السبلاش، حط هذا السلاش، أنطي مجال للباقيات. نجي هنا السكشنات الأخرى اللي موجودة بين ال HTML و سلاش HTML، يعني هذا open tag وclose tag، راح يكون عندي أترك فراغ، يعني حتى أنه أخلي مجال أنه هذا في داخل tag والsub tag. هذا sub tag باعتباره اللي هو الهيد، هذا مهم، وأيضا يغلق كذلك. أخذ هذا نسخ لصق وسلاش هيد، كذلك عندي تاج الآخر وهو تاج البادي. هذه التاجات الأساسية وتاج سلاش البادي. جاي اشوف انه اقلل بالديليت او بالباك سبيس، اقلل من عدد الاسطر. حاليا بعد ما خلصت هاي التاجات الاساسيه اللي هو تاج الهيد وتاج غلق الهيد وتاج البادي وتاج غلق تاج البادي، اوبن تاج وكلوز تاج، اكمل حاليا HTML. حالي بالهاي المرحلة، بعد ما كملت هاي المرحلة نقصني مرحلة التايتل، بس هذا يعتبر سب تاج جديد اللي هو التايتل. شنو فائدة التايتل؟ إذا أرسل شنو فائدة التايتل؟ فائدة التايتل هو لوضع عنوان للصفحة، يعني من أنت فتح الصفحة راح يظهر لي عنوان. أيضا أي تاج أغلق سلاش تاج اللي هو أو كلوز تاج. هنا اكتب عنوانه، مثلا اكتب كيف اللي يعجبني ICU، راح يكون هذا هو عنوان التاج، او my first web page. مجرد ان اكتب اي كلام هنا، انا ما حاجة انسق، لان هو راح يكون هنا الكلام عبارة بدون تنسيق. ليش؟ لان هنا هذا الكلام راح يكون كلام يظهر على عنوان الصفحة مثل هذا العنوان بالضبط، مثل هسه هذا اي عنوان هنا عندي راح يظهر، او اي عنوان اختاره تبويب جديد مثلا. لاحظون انه جوجل او يوتيوب الى اخره، اي عنوان هنا راح يبدي يظهر عندي. لاحظ سوق كروم الالكتروني، هذا هو العنوان اللي اقصده هنا. في هاي المرحلة اقدر اضيف هنا طبعا
أضيف paragraph، وعرفنا أنه الباراجراف قبل لا أضيف paragraph خلي نحفظ الصفحة. كيف يتم حفظ الصفحة؟ يتم حفظ الصفحة كالتالي، بإختار save أو save as حسب اللي تحتاجه، خليها على سطح المكتب desktop، وهنا نكتب اسمها، اسم الصفحة نقدر نقول عليه page1.htm، مو html أو غير .htm. لازم أنا أخلي هنا أنا على all files. لاحظ أول ما حفظت الصفحة غيرت عندي الكلمات، صارت التاجات عندي باللون الأحمر، والكتابات العادية غير لون، مثلا اللون الأبيض حسب إعدادات البرنامج. لكن الإعدادات الافتراضية للبرنامج يكون بيها بهذه الطريقة. شلون أفتح هذه الصفحة؟ أروح لها مباشرة. لاحظ شنو ظهرت عندي؟ My first web page. My first web page. حتى يقول انه محلي باعتبار انه في داخل الحاسوب. شنو مكتوب في هذه الصفحة؟ لا يوجد اي كتابة في داخل هذه الصفحة. ليش؟ لان انا لحد الان ما اضفت اي شيء، ما اغلق الصفحة ابقيها كما هي. اضيف حاليا، صراحة نبدي نتعلم شلون نضيف كتابات الى داخل الصفحة. في ضمن body tag body، في بادي نقدر نكتب هنا الباراجراف اللي نحتاجه. ايضا كل طبعا لو تلاحظ انه اول ما حفظت تهم انه شنو اللغة اللي راح تكتب بيها، هو راح يبدي يقترح لي بي، فهو هذا اللي اقول لك انه انت بالبداية حاول انه تحفظ كHTM حتى هو يقدر يساعدك بالعملية. راح تكتب Hello. اوكي. لاحظ بما ان انا فتحت بي سلاش بي، في بي مجرد اني كتبت سلاش هو مباشرة كتب بي، يعني هو يعرف انه انا احتاج هذه. اروح الى سيف او ادوس كنترول اس للكيبورد، ارجع لصفحتي. هذه هي صفحتي، يا لاحظوا انه ماي فيرست ويب بيج، لكن ما مكتوب بها اي شيء. اسوي رفرش للصفحه، هذا رفرش للصفحه، شوف ظهر عندي هذه كلمه هلو. كل لو اجيت كتبت هنا انا مثلا كلمه معينه، مثلا هاي او ماي نيم از علي، وايضا حفظت التغييرات، سويت ريفرش الصفحه، لاحظ كتبها مباشره. لو رجعت من جديد هنا انسر كتبت هاي نيو، ايضا سويت ريفرش، لاحظ وين خلاها؟ خلاها بصفحه، لاحظ خلاها بصفحة. أنا في داخل البرنامج كاتب واحدة جوا الثانية، لكن هو خلاها بصفحة. السبب إنه ما انطيته باجراف مثل الاندل أو سلاش ان، يعني إنه سطر جديد. باراجراف أو العوض عن بي، هذا البي يمنح لي سطر جديد، أقدر أخليه هنا في كل واحدة في سطر. لاحظ أنا أقدر أنسخ وألصق براحتي، بس المهم أفتهم إنه أي open tag لازم يكون ويا slash tag أو close tag. أسوي refresh، لاحظ ظهرت عندي كل وحدة في
سطر واحد، ارجع من جديد اشوف شنو عندي بعد اقدر اضيف. بعد ما انه عرفنا انه السكشنات الاساسية اللي هي HTML، هذا هو القسم الاساسي، وفي داخله subsection اللي هو head، وهذا الهيد ايضا open tag close tag وbody و close tag للbody. هذه الاساسية. الثانوية في هيد موجود عندي، هذا التاج وهذا التاج. عندي بعد غير التاجات اكو عندي اتربيوتات وعندي تاجات اخرى. من بين التاجات اللي موجودة عندي، ايضا هو تاج التعديل النص. عند التاجات موجودة لتعديل او تحسين النص، منها تاج ال H. عندي تاج ال H من لاحظ تلاحظ من H1 الى H6 حسب حجم الخط اللي احتاجه. هذه حجوم خطوط متناسقة، يعني شو الفرق بين هذا وبين ذا النيتش؟ هذا الخط يكون بمتناسق مع شكل الصفحة، يعني كل ما مثلا دخلت هذا H1 والثاني H2 فهذا راح يكون دائما اكبر منه بدون تحديد حجم الخط. لاحظ هنا راح اختار H1، طبعا من اختار ال H1 راح يخلي لي التاج هنا. طبعا المفروض انه يكون تاج ال H داخل تاج الباراجراف. اذا كان داخل تاج الباراجراف راح يمكنني انه اكتب باراجراف واحد فقط، او يكون هذا خاص بهذا الباراجراف فقط. نقله سيف، لاحظ اسوي رفرش، شو شلون سوى الخط، كبير. لو نجي هنا، عفوا نجي هنا نخلي، لو نلاحظ هنا نخلي الاصوات التداخل، هذا سوى عندنا تداخل. لو تلاحظ هنا نخلي شو نخلي، لو لاحظ هنا نخلي نحتاج إلى أن يكون كل الأسطر بنفس الخط أو مجموعة أسطر بنفس الخط. أقدر أسويهم طريقتين. الطريقة الأولى أنه أخلي هذا التاج، أعيده من جديد بعد ما أنسخه، لاحظ خليت هذا نفس التاج، سوي رفرش، لاحظ ظهر لي اياهم كلهم نفس الخط. زين، اذا كان عندي ان من الاسطر، يعني اسطر عديده، خب ما كل مره انسخ نفس التاج. لا، الحل شنو؟ الحل انه كنترول زت، امسح هذه الموجودات كلهم، ألصق هذه خارجا هنا، وهذه آخر واحدة أخليها على آخر، بعد آخر باراجراف، وسوي له سيف ورفرش. طبعا أخلي ألغي هذا الاتربيوت، مسحه حتى لو تلاحظ تغيير فقط. تاج عفوا، لاحظ هسه زغرت هذه كلها، كنترول زد، كنترول زد، رجعت هذا، رفرش، لاحظ رجع لي من جديد. مثل ما قلنا، اذا اردت فقط هذا يخص في هذا الاتريبيوت، يخص بس هذا باراجراف، اخليه داخل الباراجراف.
داخل الباراجراف، خارج الباراجراف، مو مشكلة. سأرفرش. طبعاً أقدر أغير، أخلي غير تاج هذا، أخلي التاج هذا تو. طبعاً إذا خليته تو لازم يكون الثاني تو. أحط، وإذا خليته الثالث ثري يكون الثالث ثري، وهكذا. هذا ليش السبب اللي خلى هذا مثل هذا؟ إنه أنا ما غلقت التاج. هذا أيضا أحد الأسباب، إنه حيكون التاج مفتوح إلى ما نجي هنا. بعد شنو عندي من التاجات؟ بعد ممكن أخلي تاج 3 أو تاج 6 حتى نلاحظ ال أنا أنسى نغلق التاج حتى لا يستمر إلى نهاية الصفحة. لاحظ هذا هو الفرق بينات. ممكن، هل ممكن إنه أخلي أكثر من باراجراف في سطر واحد بأكثر من تاج؟ ممكن، لكن هذه ما مضمونة تحت لا تدخل. بعد شنو عندي؟ عندي التاجات الأخرى أو المعرفات الأخرى. خلي نلغي هاي التاجات اثنين و ستة، ونعيد نعيد إلى وضعيتها الطبيعية. نخلي H1 يكون إلى كامل الباراجراف حتى نتمكن من انه نشوف شنو التغييرات اللي ممكن تكون عندي. سيف، ولاحظ شنو من الاشياء اللي موجودة عندي. اقدر اخلي هنا، صار ازلت هاي الباراجرافات حتى انه اخلي كل باراجراف له خاصية معينة. الباراجراف الاول راح تخلي خاصية البول او الايتل، مثلا هذا خلي به خاصية الايتاليك، الايتاليك اللي هو خط مائل. فأيضا اختار اي، وهذا اغلق سلاش اي. مش مجرد اني قلت له غلق افتهم انه يريد سلاش اي. كذلك مثل ما قلت لكم، اذا اردنا كل الخط اي فيكون الخط كله اي. سيف، رفرش. لاحظ هذا صار اي ايتاليك او خط مائل. بعد شنو عندي؟ عندي من التاجات اللي موجودة عندي اللي هو الاندر لاين مختصر ايو، اندر لاين مختصر ايو. ايضا اغلق التاج، مجرد ادوس سلاش وراح يقترح لي هذا. طبعا هاي الاقتراحات كلها لما حفظت، بدون حفظ ما ينطيني هاي المقترحات. احط اندر لاين، خلى جواه خط. من بين التاجات الموجودة عندي أيضا اللي هو تاج سترايك. شنو تاج سترايك؟ تاج سترايك اللي هو يخلي خط بالمنتصف. تلاحظ سترايك، سترايك هو خط تاج جديد غير موجود، يفضل حفظه. سلاش سترايك هو كتب لي اياه لأن أنا كاتب أصلا. حط خلاه خط بالوسط، خط بالوسط فله مفهومية معينة. الخط بالوسط ساعات إذا أنت تريد تلغي فد كلام معين إنه تشطبه من الصفحة، يعني مو ما يظهر يظهر ولا ممكن تحديده يتحدد، لكن إنه تريد تلغي من الصفحة فتقدر عن طريق هذا التاج. ممكن إنه أنا بنفس الباراجراف أقدر أكتب أكثر من شغلة في داخل هذا البرنامج. حتى لا يطول الفيديو أكثر من اللازم، خلي نعرج إلى موضوع جديد.
وهو موضوع الصور أو إدراج الصور، وهو نوع من أنواع الأتر. حاليا مثلا أنه هنا أريد أضيف صورة داخلية هنا، فأنا حضرت حتى جهزت صورتي، سويت فولدر في لوكال سي اسمه www image. كيفك اللي يعجبك انت، اللي يعجبك شلون تريد تسمي، سمي 1 2 3. انا شو السبب خليته www حتى يكون اخر واحد حسب ترتيب الابجدي، باعتبار انه هذا يرتبها حسب الابجدي، فخليته www حتى يصير بالاخير WWIMG. اوكي، خليت صورتين، واحدة ميسي واحدة رونالدو، حتى تكون كلاسيكو. ارجع الى برنامج العادي، اسوي اتريبيوت اللي هو ايمج. طبعا الاتريبيوت يختلف عن التاج، لانه ذاك التاج يحتاج كلوز، اما الاتريبيوت ما يحتاج الى كلوز. اختار ايمج، لاحظ ايمج مباشرة من قلت له ايمج اعطاني src. src مختصر سورس، يعني وين راح تخليه او وين هو موجود، فحتى لا حتى تسهل علي عملية ايجاد الصورة اللي احتاجها او اخليها بالسورس، مفترض انه مباشرة وين اجي، لاحظ اجي هنا انقر على، من انقر هنا هذا الكلام انسخه، لاحظ هذا مو this pc local c www image، لا مباشرة انقر هنا، فراح ياخذ لي هذا يطلل لي اياه، اخذ نسخ، اجي للبرنامج اقول له نسخ، نعيد من جديد. يعني انا هنا اغلق هذا، وين موجود عندي هنا هذا، مباشرة اروح لللوكال سي. اوكي، لوكال سي هنا هذا موجود، وين هو موجود؟ انقر هنا اقول له نسخ، يعني انا اندل وين الصور موجودات مهما كان مكانها اخليهن، عادي اقول له هنا الصق. هسه لسخت الحد اللي هنا، هل راح تظهر الصورة؟ نشوف، سوي ريفرش، ما ظهرت الصورة. شنو السبب؟ تلاحظ هنا سبب انه انا ما انطيت اسم الصورة. ايضا نرجع سلاش، نكتب ميسي دوت جي بي جي، اللي هو باعتبار انه هاي الصورة جي بي جي. ايضا سيف، سوي ريفرش، لاحظ ظهر لي الصورة. زين، بعض الاحيان اكو اشخاص ما يظهر عندهم هاي الصورة، فرضا انه انا ناسي انه مسمي ميسي بالاي، ناسي انه انا ما مسميه بالاي. اسوي ريفرش، لاحظ ما ظهرت عندي الصورة، ما ظهرت عندي الصورة. السبب ليش؟ انه واحد عندي خطأ معين، لا مو يكون الخطأ في الصورة، يكون خطأ في واحد من المسارات هذه. مثلا انا هذا سويته اللي هنا. طبعا خلي يكون بعلمكم انه الكابيتال لتر والسمول لتر ما راح يتحسس من عندها، دليل انه هسه راح نحول هذا اللي www لا سمول، نشوف. اوكي، ظهرها ماكو مشكلة. اريد اخلي هذه الصورة في الها لها اتريبيوت اخر، او لها بروبرتيز لهذا الاتريبيوت، اخلي له مثلا الهايت، لاحظ بالدرجة كتبت اتش، خلالي اكتب لي مثلا داخلي 200، والويت احتاجه 300. سيف، لاحظ هنا صغر. اريد اغير ميسي، اسوي رونالدو، اكتب رونالدو. طبعا مو انه انا اغيره الى رونالدو مجرد اكتب اسمه، لا، لكن نرجع من جديد لو شنو انا مسمي هنا، لاحظ نفس الاسم، مو كيف يعني انه انا اقول رونالدو. اوكي، هي هذي، سوي رفرش، لاحظ تغير هنا.
أريد أخلي هذه الصورة بصف هذه الصورة نفس هذا الاتريبيوت أنسخه بس أغير هذا أسوي ميسين سي اي نفس ما اتفقنا سوي سيف سوي ريفرش لاحظ خلاها واحدة بصف الثاني أريد وحدة جوا الثانية شلون نسير جيد بالباراجراف عن طريق باراجراف أقدر أخلي صورة جوا صورة ما أجي أخلي بي حتى يسمي لها باراجراف واحد سلاش بي وهنا أيضا بي أوكي و سيف لاحظ خلى واحدة جوا الثاني واحدة جوا الثاني اللي هنا تقريبا انتهت أغلب المطالب اللي ممكن احنا نحصل عليها. راح ناخذ هسه نموذج لتصميم صفحة قد تكون تحتوي على محتوى معين. شوف المحتوى اللي نحتاجه، كتبنا هذا المحتوى مسبقا ونسقنا، اريد يكون المحتوى اللي ظهر بالصفحة عفوا كما هو ظاهر بهذه الطريقة. سوي السيف. بعد ما سوينا سيف سوينا رفرش وحط الصفحة كذلك نجي هنا شلون راح انسق هذا الكود اخذ هذا الكود نسخ بعد لصق لو تلاحظ انه ظهر عندي بهيج طريقة لو اسوي سيف أسوي للصفحة رفرش ظهر لي بهذه الطريقة هلو علي ما ينمز أحمد طبعا كانت لتر سمول لتر ما يقدر يتعامل بيها باعتبار وهي موجودة أصلا نجي هنا ريكود شو أحتاج أحتاج إلى أنه يكون لا تلاحظ هنا حسب النسق حلو عليها تكون في باراجراف واحد خطها أكبر من هذا الخط وبلط فيكون العمل كالتالي أجي أخلي هنا باراجراف B و يكون H1 لأن شنو السبب H1؟ على مود إنه يكون H1 لاحظ هو واحدة اقترح لي إنه قال لي H1 تريد و P سلاش B واحدة سبب إنه إحنا أصلا حاضينه كـ HTML نجي هنا بعد شنو عندي بقى عندي هذا الباراجراف انه سأسوي رفرش سيف ورفرش لاحظ خلى هذه في صفحة خلى هذه واحدة هذه المفروض تكون شوية اقل من عدة حسب هذا التصميم اقل من عدة فهي راح تكون هذه H2 اذا واحدة كلها في باراجراف وكلها H2 مثل ما تعودنا انه اذا نغلق ونغلق شلون ما بدينا بلشنا نغلق اوكي سيف نسوي رفرش نشوف صح كانت شوية خطأ اكثر من هذا نرجع للباراجراف شو نلاحظ My name is أحمد هذه جوها خط هذه جوها خط اذا لازم اعزل هذه My name is أحمد طبعا اذا قطعتها لو تلاحظ هنا اذا قطعتها الى عدة قطع ما راح يأثر على الكود ليش ما راح يأثر على الكود لان انا ما معزل على شكل باراجراف الا اسوي تاج للباراجراف يلا يعزله ايش احتاج My name is أحمد لازم شو تكون عندي؟ لازم تكون عندي italic يعني
عفوا اندرلاين يكون جواها خط، فأخلي جواها خط سيف رفرش راح صار جواها خط. شنو بعد عندي؟ I need you to help me in designing my first web page. لاحظ first web page تكون italic. شو تكون italic؟ ان عادي ماكو مشكله ما راح ياثر عليه بشيء، بس اللي احتاجه هنا اغيره يعني حتى احدد شنو احتاج بالضبط. هذه تكون italic يعني مائله، وايضا اوكي سيف سواء ايضا رفرش شوف لاحظ سواها italic بعد without using CSS codes. لاحظ CSS code صار الخط بالنص. يعني شنو الخط بالنص؟ يعني يكون سترايك. ايضا اخصص هذه without using CSS code. تلاحظ انه انا جاي اغير حسب اللي احتاج. هذه سترايك قلنا انه سترايك ما موجوده لازم تحتاج تكتبها، وايضا مجرد اكتب سلاش وراح اكتب سترايك وقل له سيف واسوي رفرش. لاحظ شوف هنا تقريبا نفس الامر ونفس الخط اللي يحتاجه، نفس التصميم اللي يحتاجه. يبقى انه ما تعرف انه هذا حجم الصفحة يختلف، يعني لو غيرنا تخطيط الصفحة اتجاه الصفحة صغيرة افقي راح تتساوى الصفحات. ايضا حلو علي. My name is Ahmed. I need you to help me in my designing. In designing my first web page. كوبي راح يقول انه هذا خطها اكبر من هذه، تقدر تغير خط هذه حسب اللي تحتاج. واللي هنا تقريبا انتهى الدرس، وشكرا جزيلا.